مهوجين مهوجين هات لي الغيوة مهوجين مهوجين صونا حليوة مهوجين مهوجين هات لي الغيوة هتحب القهوة؟ نشرب برشا قهوة في الدار وكي قبل صحابي نقعدوا في قهوة دايق فمش بكو دو شوا مش تمشي تاكل مرتين ثلاثة في النهار ما مش تقعد في قهوة تقعد برشا وقت دونك فوالا أكثر بلاصة تنجم تقعد فيها برشا فوالا ساعات دو طون زون طون نقعد في قهوة كذا لا لا مع صحابي قلق ستريس يخرجوا من الخدمة يحبوا ينحيوا ستريس فوالا فما نجموا يمشيوا للتياتر مثلا أنا نحب تياتر فما يلقى فما ينجموا يمشيوا يعملوا انترينمون برشا حاجات شباب ما عنده وين يبقى نبر القهوة ما عندوش وين يمشي خاطر مربوطة بأمور شوماج فهمتني برشا بطالة في البلاد نب في القهوة خاطر ما عندي منع من نهار كامل لا خدمة لا حتى شيء نقوم الصباح شو نعمل نبقى في الدار أنا بطال يلزمني نمشي القهوة نشوف أصحابي نحكي شوي نحكي شوي ستريس ما معناها هذاك الحل الوحيد عندنا في تونس قهوة معناش حاجة أخرى كان فما حاجة أخرى مع شكتكوت نمشوش شكتكوت كبرنا على الشيء هذا فهمني قهوة برك هذيك هي العن خاطر في القهوة فما كونيسونس وفما نجموا يتعرفوا على بعضهم فما أبار القهوة زيادة أماكن تاع تعرف فما جنين فما برشا يقعدوا وين المسرح غادي هيك في كل بلاصة فما موجودين توينسا ببارتو تمشي تلقاهم حتى في دروج تاع البلاصات اي والله والله وين المسرح دروج البلاصات دروج تاع البالماريوم القهاوي رخيصة القهاوي الغالية بالفيدير جنينة الورا بالفيدير جاردان دامور جاردان دو باساج توسي يقعد ياسر في القهاوي هو يمكن يقعد مع أصحابه يتوحشهم يقعد معهم يحكيو يقعد زيدا ساعات مع الفامي يمكن يسر فما بطالة ضيعوا الوقت يقعدوا في القهاوي وكل شيء ساعات نقعد في القهوة والله كان كيبدا عندي وقت كي مع أصحابي شوية جو نشتيم تقعد في القهوة من القلق وانت نجم تقعد آخر معنى كيفي هنا تمشي لسال جوب لطابة تفرقهم كيفي هنا لا قاعدين في القهوة من القلق كمل نقرا قطع نقرا نشد الدور مش القهوة وما نشربش قهوة منبهات بصفة عامة بار القهوة ما نزيو الواحد يتفرهد نهاير كما كي يعمل قهوة ما عرفش انا اللي ما عندوش خدمة يبقى في القهوة ديما معناتها يقعد في القهوة كهو لا مش مشكلة خدمة فما الخدمة في تونس يحب يخدم على روحه يخدم يحب يصنع روحه يصنع روحه يخدم خاطر في غياب فضاءات ملائمة كما فضاءات نشوفوهم في دول اللي تحترم روحها ومتقدمة فيهم الانترنت ولا فضاءات ثقافية دونك هذاك ما عندهمش ملجأ غير القهاوي يعني لا باش يمشيو يعديو فيهم الوقت ما توانسة أغلبيتهم ما عندهمش معنى يعمل فهمت إذا كان استانس بالقهوة تولي له ريفليكس لي هو ويعاود ديما معناتها يرجع معناتها نفس الوقت هذاك ولا يحاول باش يبدل في بلاصة أخرى معناتها في قهوة أخرى بالنسبة للقهوة ولات كولتير في تونس معناتها إذا كان واحد معناتها تلقى القهوة الأولانية والقهوة الثانية والثالثة والرابعة معناتها والعباد معناتها تحاول باش تبدل وتدور ونتصور في تونس ولات معناتها حاجة كوميرسيال أكثر منها معناتها ما انت في خدوا مش فاركسو ما انت فاركسو بلايس اخرين ما انت اوكيباسيون اخرين ولا خاطر ما عندهمش حاجه اخرى خلف القهوه يحبوا اللي كريسي باشا التوانسه ما ملي قلق من الفده يمشي القهوه يمشي بزنس يمشي القهوه المهم يلقى كرسي باش يقعد عليه